يجتمع الآباء والمختصون في هذا المكان، يحاولون الوصول إلى عمق المشكل. يقول المختصون إن الأطفال الأسوياء هم امتداد لآباء أسوياء وواعيين. هناك أساليب تربوية خاطئة يستعملوها الوالدين، ولكن دون هذا ليس لتأنيبهم أو ولكن دون أنه يكونوا متعمدين فيها. لذا فهناك محاور أساسية في هذه الورشات رانا نقوم عليها، اللي هي طبيعة الاتصال داخل العائلة. يعني أننا on est en train de sensibiliser les parents pour la qualité de la communication، لأنه هناك طبيعة اتصال خاطئة يمكن أن تجعل من الطفل ذهاني. على غرار التوعية بالحقوق، يشارك الأطفال هنا في ورشات فنية بغية منح مجال للتواصل معهم بأساليب مختلفة. طبعاً الرسم هو وسيلة فعالة جداً باش نتعرفوا على الحالة النفسية والاجتماعية اللي يعيشها الطفل، لأنه الرسم ليس فقط وسيلة تساهم في الإبداع تاع الطفل وتطور قدراته الفنية، لكنها أيضاً إشارات عبارة عن إشارات اللي نقدروا نتعرفوا من خلالها على بعض الحالات ولا المشاكل اللي يعيشها الطفل. شبكة ندى التي نظمت هذه الفعالية تنشط منذ أزيد من 10 سنوات بالجزائر لحماية الأطفال. الوظيفة تاعنا هي الأولى أننا نخطر، يعني نوصي هذه الأم وننصحها أنها تقدم شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية، وحنا واش نديرو نقوم بالإخطار، ما نقومش بالشكوى إنما نخطر بالحالة باش ولا حتى ولو كان هناك تحقيق قاضي الأحداث. وصرت لنا في كثير من الحالات قاضي الأحداث وكيل الجمهورية وقاضي شؤون الأسرة استدل على سبيل الاستدلال وتنوير هيئة المحكمة الموقرة ولا قاضي الأحداث. ويسعى الناشطون في هذه الشبكة للدفاع عن حقوق الطفل من خلال اقتراح قوانين أيضا، على غرار التبليغ في حالة تعرض الأطفال للعنف. طفولة سوية تعادل آباء أسوياء، هذا ما يحاول المنظمون التركيز عليه من خلال ورشات لإعادة تأهيل وإرشاد الآباء. من الجزائر سارة بانا اليوم.